برحب فيكم أعزائي الطلاب ومنتابع بعضيات السيتوبلازما. طبعاً يعني دائماً عم نعرض صورة الخلية، مثلاً رجع نتذكر هذا جهاز جولجي، هي عنا الميتوكوندرية، الشبكة البلازمية أو الكوندرية يعني بشكل عام، يعني اللي شفناها قبل شوي، جسيم حال، المريكز، أي أسطوانتين متعامدتين، نعم. الأهداب والصياط. الأهداب والصياط هي بنى لا توجد في كل الخلايا، وإنما لها وضع خاص. فالأهداب والصياط إما أن توجد على سطوح خلايا أو كائنات جسم وحيد الخلية، يعني مثل الجراثيم والأوليات بشكل عام، وبالتالي تعمل هذه الأهداب على تحريك كامل الجسم لأنها ستحرك كامل الخلية، هي بالنسبة لوحيدات الخلية. أما في كثيرات الخلايا، مثلا هون عندنا هي خلايا موجودة في مخاطية الأنف، لها أهداب تسمح هذه الأهداب بتنبيهها، فهي إذن هي الأهداب إلى وظيفة هون، ليست تحريك الجسم وإنما وظيفة هي مثلا هون التنبيه، التنبه ونقل التنبيه بعدين للخلية ومن ثم إلى العصب. فوجود الأهداب هو على سطوح بعض الخلايا مثل وحيدات الخلية، مثل البراميسيوم مثلا بالصورة، تعمل الأهداب على تحريك كامل الجسم، أو أنه توجد على بعض الخلايا مثل مثلا بطانة الرغامة، هون الخلايا المبطنة للرغامة اللي بنعرفها اللي هي قناة التنفس، الخلايا المبطنة لها أهداب بهذا الشكل، هون مجرى الهواء تعمل هالأهداب بحركة مستمرة على دفع الهواء، دفع الغبار، دفع ما يخرج من ما يأتي مع الهواء نحو الخارج. فهي الأهداب، هي الخلايا المبطنة للرغامة أهدابها وظيفتها تحريك مواد ضمن الجسم، مثل كمان القناتين الناقلتين للبيوض، كمان مبطنتين بخلايا مهدبة تعمل على سحب الخلية البيضية إلى الرحم، مثل كمان ما بنشوف كمان الدرس الجاي أو العام القادم بالتفصيل. فإذا هي بالنسبة للأهداب وجودها محدود وليس في كل الخلايا. ميزنا كيف وجودها بيكون أيضا، نعم. بنيتها، بنية الهدب، هذا الهدب عبارة عن جسم الهدب وحبيبة قاعدية، أي هون تنغرس في الغشاء السيتوبلازمي وفي السيتوبلازما الحبيبة. أما الهدب، جسم الهدب، فهو الذي طبعا يظهر على سطح الخلية. عبارة هذا الهدب عن 9 أشفاع من نبيبات محيطية، شايفينه 2 2 كم وحدة بشكله؟ 9، هي وحدة، 2 3 4 كل وحدة منهم ثنائية النبيبات، عكس بتذكروا الجسيم المركزي كان 3، هون كمان في عنا نبيبيب مركزي، شفع مركزي يوجد في مركز الهدب، تمام؟ مثل ما حكينا منشأ الهدب أو الصوت هو من خلال الجذر اللي اسمه حبيبة قاعدية. هالحبيبة هاي لها شكل أسطواني، مكونة جدرانة من 9 وحدات ثلاثية البنية. صرنا فهمانين هالجملة مو هيك؟ هلأ الحبيبة القاعدية أو جذر الهدب تعمل على استمرارية التنبيه الذي يثير الحركة ويعمل على تناسقها، يعني هذا هدب في هدب ثاني ثالث، مو كل هدب بيتحرك لحاله، كل واحد بيتحرك بموديل بشكل، واحد يتحرك هيك واحد يتحرك هيك، لا، تعمل بحركة متناسقة سواء لتحريك الجسم إذا كانت وحيد خلية أو لتحريك مواد ضمن الجسم، فيجب أن تكون حركتها متناسقة هي الأهداف. مين بيأمن ذلك ويعمل على استمرارية التنبيه؟ الجذر.
تمام. إذن هي بالنسبة للأهداب، وجودة وبنيتها، سهلة مو هيك؟ نعم. الجدار الخلوي كلنا بنعرف انه هو البنية المميزة لمين؟ للخلية النباتية. وبنعرف ايضا هو يصنع اساسا من السليلوز، تمام؟ هاي خلية نباتية. طبعا الخلية النباتية ميزاتها كتير قايلين ونعرفهم، لكن انا هلأ بيهمني بس اقول عن الجدار الخلوي. هو يميز الخلية النباتية، ايضا يحيط بخلايا الفطور والجراثيم. هاي خلية نباتية، وهي وحدة تانية، هاي الثالثة، يميزها بداخل الفجوة، مشان ما تسألوا شو هاد الفجوة الضخمة اللي مملوءة بالماء، تمام. المهم يعني هاي خلية نباتية، هاي الجدر الفاصلة بين الخلايا، هاد هون خلية وهون خلية، هاد جدار هي وهذا جدار هي. المهم هي البنية هي الجدار الخلوي، تتألف من صفيحة متوسطة ليكا، تبنى أساسا من البكتين والكالسيوم. بعدين جدار ابتدائي أو جدار أولي ليكو، هاد هون، هون إلى جدار أولي هي الخلية، وهون إلى جدار أولي. بعدين جدار ثانوي، هون إلى جدار ثانوي هي الخلية، وهون إلى جدار ثانوي هي الخلية. هاد الجدار الابتدائي نسينا نقول إنه هو من السليلوز والبكتين، والثانوي أيضا من السليلوز والسكاكر المتعددة. إذا الجدار الخلوي في صفيحة متوسطة، هي أساسا من البكتين والكالسيوم، هي فاصلة بين خلية نباتية وخلية أخرى. بعدين الجدار الأولي والثانوي، وجدار الأولي والثاني، تمام؟ إذن هاد بالنسبة للجدار الخلوي. بدنا نقول بس شغلة مهمة جدا، أن هذا الجدار لا يعزل الخلية، ما بيعزل الخلية هاي عن هاي عن هاي بشكل كامل، لا، وإنما هنالك وصلات أو أقنية لازمية، يعني أماكن لا ما موجود فيها الجدار، وإنما فقط الغشاء السيتوبلازم، مشان هيك بنسميها أقنية بلازمية، تصل بين الخلايا المتجاورة. لذلك تعد النسج النباتية مختلطات خلوية، يعني المواد تنتقل من خلية إلى خلية إلى خلية عن طريق الأقنية هاي، الأقنية هاي لك شايف؟ هون هذه القناة فقط مغطاة بالغشاء السيتوبلازمي، ما في جدار، هي اسمها أقنية بلازمية، تعمل على نقل المواد فيما بين الخلايا. لكن الوظيفة الأساسية للجدار الهيكلي هو إكساب الخلية النباتية الشكل الهندسي اللازم لها، ويسمح بالمبادلات بين الخلايا وبين الوسط الخارجي بالنسبة للخلية. إذن هذا الجدار الخلوي. طبعا نعرف نحن انه النبات ما عنده هيكل، ما عنده عظام، ما عنده اي شيء بيعطيه هيكل. الهيكل يبدأ من الخلية ذاتها، من الخلية النباتية، من جداره، هذا اللي بنسميه حتى جدار هيكلي كمان. والبنية المتينة له مصنوعة مثل ما شايفين من السيلولوز والبكتين والكالسيوم، كل مواد تكسبه متاني وشكل هندسي تأخذه الخلية. قوالب في الخلية بتلاقيها مثل الأحجار، مثل اللبنات الأساسية، يعني بتكون بشكل، يعني فينا نقول صلب، فينا نقول متماسك جدا، وكل السبب هو الجدار الخلوي هذا، تمام؟ إذن هذا الجدار الخلوي. ننتقل إلى آخر العضيات، هنين النبيبات اللي هي بنى أنبوبية مجوفة، هذا النبيبيب مثل أنبوب صغير بس فأخذ اسم نبيبيب، تسهم وظيفتها في تشكيل مغزل الانقسام، بنقل المواد ضمن الخلايا، دعم السيتوبلازما، هي مثل السآلة، شايفين كيف تعمل هاي النبيبات،
هذا غشاء وهذا غشاء، وهي هون جوف الخلية. إذا قلنا الغشاء بنية ديناميكية متحركة لأنه مادة دسمة، والسائل يملأ الخلية، فكيف الخلية أخذ موديل حجم شكل معين؟ أتى هذا الشكل من النبيبات التي تعمل كصقالة مثل سقالة جوا بقلب الخلية، فتكسبها شكلها وتدعم سيتوبلازما. تمام؟ إذن هي بالنسبة للنبيبات الدقيقة. وفينا نقول هون إنه خلصنا عضيات الخلية وما عاد ننساهن، كل واحد بنيته ووظيفته. آخر شيء طبعاً فكرة إنه حكينا عنها بالمقدمة لكن هون عم نساويها مرتبة، إنه المقارنة بين بدائية النواة وحقيقية النواة. هنا لا توجد نواة محددة بغشاء، يوجد مكان تتوضع فيه المادة الوراثية. هنا المادة الوراثية موجودة ضمن نواة محددة بغشاء وببنية مميزة. لا توجد صبغيات بل أشرطة من الـ DNA. الصبغيات هون موديلا غير هون، هون في صبغيات بدنا ندرس بكرة وضعها شكلها كل شيء خاص فيها، لكن هي أساسا مصنوعة من إيش؟ من الـ DNA. لا يوجد في البدائية عضيات غشائية، ما فيها ولا عضية إلى غشاء. هنا يوجد عضيات غشائية ويوجد أيضا عضيات غير غشاء، غير يعني لا غير محاطة بالغشاء. الرباسات هنا صغيرة مقر التركيب البروتيني، هنا الرباس هلا بنشوفها على شكل صورة.